كما في مساوئ الأخلاق الخرائطي عن أنس رضي الله عنه قال: كان الناس يخدم بعضهم بعضا في الأسفار، فكان مع أبي بكر وعمر رجل يخدمهما، فنام ولم يستيقظ ولم يهيئ لهما الطعام، فقام فماذا قال؟ إنه نؤوم، يعني كثير النوم. فقال له: اذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقل إن أبا بكر وعمر يستأدمانك، يعني يطلبانك الإدام من الطعام. فلما ذهب قال: أخبرهما أنهما قد ائتدما. ففزع فأتيا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام: قال: لقد أكلتما من لحم أخيكما. قال: يا رسول الله استغفر لنا. قال عليه الصلاة والسلام: هو فليستغفر لكم.